شوي متهالكة مرة، فودنا ان نتكلم عن شيء. وش افضل حدث او نقلة نوعية صارت لك في حياتك، حتى لو انه حدث بسيط تشوف انه بسيط جدا جدا، بس المهم انه تحس انه غير شوي فيك او زرع في داخلك فرحة وسرور، او حتى لشخص غيرك في البرنامج ولا برا؟ برنامج او برا؟ اعتقد بس احنا ودنا انه برا البرنامج، ملينا من السؤال في اللي داخل البرنامج صراحة. يعني انا اعتقد ان البرنامج له نقلة نوعية لكل خل اي هي البرنامج هذا يعني بقى. انا يمكن اللي سوالي نقلة نوعية وليد ممكن تركزون غير النقلة النوعية، بس كمل كلامك. ممكن اللي سوالي يمكن يعني اعطاني نقلة نوعية من قبل ما ادخل البرنامج، هذا برنامج يعني اللي واحدة من منصات التواصل الاجتماعي يعني مشيت فيها مشية قوية. طيب غير هذا كله. قرب فيها أنت قرب. طب أنا اشتخني تعطيني كوع أنا. يا حليلك. أنا نامي. يا حليلك. احنا معي رفيق اللي قال سلطان عسيري وأنا في ثاني ثانوي، تسمع وليد؟ أسلم. في ثاني ثانوي. طالعين من الحصة السابعة وشمس. طالعين من الفصل ورايحين البوابة. وشمس وقيض. قمت أنا طول العمر وعطيته سجادتي فيها كتبي. تمسكها شوي. هو جنبي قلت أنا كذا، ثم قلت الثاني كذا. يوم قلت كذا بيصمت كوعي هنا يا قول الله يهبلك قنبله. تدري انك وانت تقول السالفه دي اني بغيت تصقع بكوعي. اقول لك انت اعلمكم سالفه زي كذا بايخه مره. طيب اسمع بايخه اقول لكم شيء قبل ما تقول السالفه. هي بايخه ولا ادري شلون بقفلها بس. تدري ان سلمان الفرج اقسم بالله اني قلت لا يرد عادل هيف انه ما قد مد يده كذا في حياته كذا اثنيه. جرب ما يقدر ثاني. لا 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 ابو علاء عطنا بالله مويه وصلت عند ابو علاء اسمع بعلكم موقف بس اني من بعرف اقفل السالفه لا السالفه دي معي فانتم شاركوني شوي. مره كنت راكب مع تاكسي قبل اوبر قبل ذا وين في جده المهم اختلفنا نيات تهاوشنا نيات اللي اقوله ورنا ابي اماكن كذا يقول جاي تسالني وانت من هالديره وانا من هالديره انا من الرياض هو عنده اي واحد سعودي هو من جده هذا تفكيره هو المهم ركبت معه اسال على ما الزبده تهاوشت اني قلت وقف على جنب انت وياه في الخط قلت وقف على جنب المهم لا مو بنفسيه بس يود هو اللي نفسيه نفسي انا بكمل بيني هو تربيك هو المهم وقف على جنب الممشى وانزل كنت لابس كاب انا وانزل معصب ايش تشعر معصب وانزل الكاب مره واقعد امشي كذا المشي السريع عرفت اللي اسمع بالمشي الرياضه اذكر اول يقولون لازم تمشي بسرعه وخطواتك الزبده اني امشي بسرعه ما بالك فيها زعل ما بها زعل يا رجال قدامي ماسوره ماسوره هنا والله كذا قرقب والله العظيم يا عاد يا شيخ ولا يوم الربع بايخه قسما لا والله لا مو بالسالفه بايخه ذكرتني على اشياء كثير مو بسالفه البايخه إيه؟ اتكلم بايخه الصفقه نفسها يا رجال تخيل اذا كنت انا مره كنت زعلان ومعصب ومسوي اني ما راح ادور عليك ها والله العظيم وعلى اساس اني بدخل محل وحصله قزاز كله راح اطلب في شوارع الصلاه بق درست حتى اللي شافوك معصب حواليك يقولون يبغون يضحكون في نفس الوقت يقولون لا تضحكون هذه دائما تصير للشيبان في مجالس خصوصا بيت الشعر وهذا الباب مسكر يجيك مدرع فاهم ما تشوف انه نص الشيبان عندهم كوره هنا زيزي ها زيزي راح يريح مكان علوم فهد تيرا بمتيرا ما تبي وين لا ايش تبي ايش النجاشي وينه؟ جوا انا. ايوه عادي ابدا. اليوم والله اني بدن عادي بس تدري ايش المشكله؟ خذاني حق شيبان والله. بالعكس وليد يذكرني بالديره. ايوه ما واحد منكم يذكرني انت وليد. الحين في 20 واحد لا لا انا والله انا يعني انا طير صغيري. اسامه اذن. اسامه تاذن؟ عندك انت عنده. الزعيز تعبان شوي ما بريح يا ولد اليوم في التصوير عطنا علومكم الصباح اليوم في التصوير وليد في ايش اسامه يوم يصورونك يعطونك شاور يضبطونك يقولون كذا يا اخي لا تعيش الجو تكفى ايش فيك تكفى اخاف تنصدم لا 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 والله اخاف تنصدم شوف الفكره حلوه الكتابه حلوه بس